الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الصدقة تطفئ حر القبور عن أهلها. يعني أحيانا الإنسان ما يضمن نفسه، من يضمن نفسه أنه في الجنة وأنه في القبر لا يعذب وأن الله عز فينجيه؟ نقول بصدقة قد تكون بعشر دراهم، قد تكون بمئة درهم، بأقل، بأكثر من ذلك، المهم تخلص بها لوجه الله عز وجل وتنوي بها أن يعتقك الله عز وجل من النار وأن يرفع الله درجتك عنده في العليين. نقول يخبر عليه الصلاة والسلام أنها تطفئ صدقة، يعني تشوفها بسيطة. حي بعض الناس يقول إيش عشر، أنا أتبرع عشر، إني أتبرع مليون ولا لا. نقول لا، اليوم أرسل رسائل حث فيها من تعرف اللي وياك في الجروب كما يقولون والمجموعة، حثهم على الصدقة، لك أنت الأجر، الذي يبدأ هو صاحب الأجر، كل من سيتصدق بسببك ستكون أنت بإذن الله عز وجل لك الأجر الأعظم.